السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. تحية الناس القدام والناس الجداد يلاه انضموا للقناة، فكنقول لهم شكرا لكم بزاف وشكرا على التعاليق ديالكم. وقبل ما ننسى، رمضان كريم بالصحة والسلامة. وباش ما تمنيتو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على اولا غنجاوبوا فيه على واحد السؤال اللي كتطرح باستمرار، هو امتى يمكن لينا نخرجوا. فالناس اللي في المغرب ولا الجاليه اللي كنا في اوروبا، في يعني في جميع الدول، كيقولوا امتى غادي هذا الحجر يعني يتوقف ويمكن لينا نرجعوا للحياه العاديه اللي ولفناها. سبحان الله، كنا عايشين في يعني في النعيم، ولكن الحاجه ما كتعرف قيمتها حتى كتفقدها. على كل الحال، هذا كان امتحان سبحان الله وبحمد، يعني ما بنادم يستغفر الله في جميع الأحوال. فعلا هذا الحجر الصحي، يعني بالنسبة للناس اللي في إيطاليا، فالخطاب ديال رئيس الوزراء اللي كان البارح، فقال غادي غيبدا ابتداء من 4 شهر 5، يعني 4 شهر 5 غادي يكون واحد يعني غير جزئي، ما غاديش يعني تتم الازاله ديالو بشكل نهائي، ولكن تدريجي بشويه بشويه غادي يولي يمكن لك تمشي للبارك، تمشي تسوق، يعني تقدم مثلا اي حاجه اللي كنت بغيتي كديرها ديرها بدون انك تملأ واحد الاستماره. هذيك الورقه اللي كنا كنعمروها وتقول فين غادي فين غتمشيو فين يعني تعمر المكان والزمان، فدابا ما بقاش يعني نهائيا، ولكن بالشرط انك تكون في نفس المدينه. الا كنتي في مثلا في نفس المدينه، بامكانك انك تخرج، يعني تخرج وتدرج ودير جميع الاشياء اللي كديرها بدون يعني تعمر هذيك الورقه. وغير هناك شروط، ان مثلا خلي واحد لا ديستانس ديال لا سيكوريت، يعني هذيك المسافه ديال الامان تكون 2 متر ما بين الشخص والفرد الثاني. ايضا مثلا بالنسبه مثلا هذوك الجنائز او الجنازات اللي كانت كتقام، فكان منعا كليا ان الناس يعني تكون تمشي في جنازه او يمشوا للكنائس، كان منع كليا. الان بامكان الناس لا كانت لا يسر شي جنازه يمكن لهم يشاركوا في هذه المراسم، ولكن بواحد العدد ما كيتجاوز 15 واحد. شنو ثاني اللي نقدر نقول لكم؟ يعني استعمال ايضا الكمامات، قال لكم الكمامات ضروري تستعملوهم. ولا بغيتي مثلا من مدينه لمدينه، مثلا الناس اللي ساكن في المدينه يمكن لهم كيف ما قلت يخرجوا يديروا جميع الانشطه ديالهم بدون انها يعمر واحد السماره، ولكن اللي بغيتي تمشي من المدينه لمدينه فخاصك تعمر واحد الورقه وتقول لهم اشنو هو الموتيف ديالك، اشنو هو يعني اشنو هو اشنو لاش غادي داك الهدا، لاش غادي هذا من جهه. من جهه ثانيه مثلا الناس اللي كيمشيو لي بارك او البسيط، مثلا بحال مثلا تمشي لتخرج ولادك او لا شي حاجه من حقك، ولكن ما يكونوش تجمعات، ديما يكون واحد المسافه ديال الامان. علاش؟ لان قال يعني تخوف، يعني مادام خراها خايف ترجع، يعني ترجع ثاني هذه الازمه وتولي ثاني الاصابات كثار، وداك الشيء اللي كامل اللي كان كي يعني داك الاحتياطات اللي كان داروها في الاول ضرب كامله في الزيرو. الله يحفظ والله يسر. وهذا الشيء اللي كاين يعني ابتداء من 4 شهر 5، فالناس اللي في ايطاليا اصبح بامكانهم اللي يعني في المدينه اللي كيعيشوا فيها يتقداو ويخرجوا يدوروا يعني بدون ما الاستماره، وتدريجيا هذا الحجر راه غيتزال تدريجيا كما قلت ابتداء من 4، يعني اللي كان خدام وكان وتوقف بسبب هذه الازمه راه غادي يرجعوا يخدموا، يعني الشركات غتحل، اي حاجه غتبدا تحل تدريجيا بشويه بشويه، في يعني في انتظار ان ان شاء الله هذه الازمه تحل بصفه نهائيه. هادشي اللي كنا الخوت، نتمنى ان نتمنى لكم نهار يوم نهار سعيد، ونتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف. والى عجبتكم القناه فما تبخلوش علينا بواحد الاشتراك واللايك، وبطبيعه الحال تخليونا لي كومونتير ديالكم. شكرا لكم بزاف وشكرا على التفاعل ديالكم. السلام عليكم.